لو الحكاية فيها إن فيتو. اسمك إيه يا حاجة؟ نعم. اسمك إيه؟ عدلية. حاجة عدلية؟ أيوه. عندك كم سنة؟ عندي 75. 75. عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي 3. ما عندي بنات. 3 صبيان. 3 صبيان. عندهم كم سنة؟ كبار. كبار. عندهم أولاد؟ ولادهم. دي جوزك متوفي؟ نعم. أنا جوزي متوفي له 40 سنة. 40 سنة. أنتي اللي ربيتيهم يعني؟ أنا ربيتهم. كنتي بتشتغلي؟ لا. كان ليا معاش جوزي. معاش جوزك. انتوا منين؟ احنا من بني سويف. وايه اللي جابك هنا القاهرة؟ النصر بقى. يعني ولادك في بني سويف ولا هنا في مصر؟ لا هنا. انا جيت هنا جي مصر في الجيزة. عند ام المصريين. طب دخلتي الدار ليه يا حاج؟ نعم. دخلتي الدار هنا ليه؟ جايين يا ماما طويل. عشان ما حدش يخدمني واولادهم نسوانهم متوظفه وما حدش يخدمني. يعني انت اللي جيتي بمزاجك هنا؟ لا ابني جنبي. بقالك كام سنه؟ ايه؟ بقالك كام سنه هنا؟ انا لسه النهارده، لسه ليا 5 ايام النهارده. انا اقل من شهر موجوده هنا. دي اول مره تخشي دار؟ يا حبيبتي اول مره اخش. طب ولادك هم مش متجوزين من زمان؟ متجوزين بس النسوان بتشتغل، وانا عني بقى وجعاني ما اشوفش اعمل حاجه. يعني انت لما عينيكي وجعتك قوي هم قالوا لك ما ينفعش تقعدي معانا؟ نعم. لما عينيكي وجعتك قوي قالوا لك ما ينفعش تقعدي معانا؟ لا انا كنت قاعده في شقه واحد وهم كل واحد في شقه. طب سبتي شقتك ليه؟ نصها ما رضوش يخليني اقعد وحدي. دورت على حد يجي يقعد معايا وادوني اللي فين نصهم ما لقيتش. راحوا جايبيني هنا. ومن ساعة ما جابوكي جابوا لك كم مرة؟ ايه؟ كل كم مرة هنا الدار زاروكي؟ كل مرتين. زاروكي مرتين؟ طب وانتي مبسوطة هنا؟ حلوين قوي قوي قوي. كلهم حلوين يا بنت. الله يسعدهم. أولادك عندهم كم سنة؟ ها؟ واحد عند الوقت 60 والتاني عنده 55 والتاني عنده 40 بيشتغلوا ايه يا حاجة؟ والله ما اعرف شغله، ما اعرفش. كان نفسك تعيشي مع ولادك يا حاجة ولا عاجبك هنا؟ نعم. نفسك تعيشي مع ولادك ولا عاجبك المكان هنا؟ ولادي بقى كل واحد بقى مراته مش فاضيه اللي تقعد. بيتك يعني هنا احسن ولا بيتك افضل؟ لا هنا حلو زي الفل. طب مش ناقصك حاجه؟ لا يا حبيبتي والنبي، والنبي ربنا يخليها دعاء زي الفل اهي. هيام وكلهم. طب في عيد الام قولي لي بيعدي عليكي ازاي؟ نعم. عيد الام مال بيعدي عليكي ازاي؟ يعدي عليها ازاي؟ يعني دي الام اللي فات حد جه زارك جابوا لك هدايا ولا لا؟ انت جبت بقى لها شنطه. ولادي اللي جاب لي جلابيه واللي جاب لي صرحه دي اول مره تقضي عيد الام بعيد عنهم السنه دي مش كده؟ بس هو انت في مواعيد زياره اسبوعيه بيجوا فيها؟ كل اسبوع بيجوا لك ولا ايه؟ طب نفسك في ايه يا حاجه؟ نعم. نفسك في ايه؟ نفسي شفتكم حلوين. الله يخليك يا حاجة. نعم شفتكم حلوين. ربنا يكرمك. شكرا يا حبيبتي.